والآن مع كلمة معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن بية رئيس منتدى تعزيز السلم، معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، معالي الدكتور محمد بن مطر الكعبي أمين عام منتدى تعزيز السلم ورئيس هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، الحضور الكريم، بداية وفي إيجاز شديد يطيب لي أن أقدر الدور العظيم الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز السلم والتسامح واحتضان هذا المنتدى، كما نقدر الدور العظيم الذي يقوم به منتدى تعزيز السلم برئاسة العلامة الشيخ عبد الله بن بية، وبنتمنى كل التوفيق. الحقيقة في إيجاز شديد الكلمة سأدخرها إلى الجلسة العلمية العامة غدا إن شاء الله حول تقديم رؤية إسلامية للسلم العالمي، ولكن في ثلاث دقائق ربما تحديدا أو تقريبا بنؤكد أولا أن القاعدة في الإسلام، القاعدة هي السلم والحرب باستثناء، وكلمة السلم والسلام والإسلام كما قال العلامة ابن جني في كتابه الخصائص في باب الاشتقاق الأكبر ترتد إلى جذر لغوي واحد، والكلمات التي ترتد إلى جذر لغوي واحد تشترك في أصل المعنى وهو السلام والمسالمة والحرب استثناء. وهذا الكتاب سنجعله تحت تصرف المنتدى فلسفة الحرب والسلم والحكم في الإسلام، يؤكد أن السلم هو القاعدة وأن الحرب استثناء، وأن جميع الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت إما رد اعتداء أو دفع عدوان أو رد خيانة وتآمر، وهذا سنجعله تحت النظر المنتدى ونتحدث عن جانب منه في الجلسة العامة. لكن الذي أختم به، نحن دعاة سلام وسنظل، سنظل دعاة سلام، لكن أبدا أبدا لا نكون شعوب استسلام على الإطلاق. فرق بين السلام والاستسلام، السلام يصنع والسلام لابد له من قوة تحميه. ولما أنشد النابغة الجعدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا فض فوك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أننا في عالم لا يؤمن بالضعفاء، لا يؤمن إلا بالقوة، وفي ظل التكتلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، إذا أردنا سلاما حقيقيا يجب أن يكون سلاما مبنيا على القوة، مبنيا على العمل، على القوة السياسية، وحدة الصف العربي والإسلامي، على بناء اقتصادي قوي، على بناء فكري ومعرفي وثقافي، وهو ما دعا إليه سماحة الشيخ عبد الله بن بية، جمع الجهود المتفرقة لتوحيد الصف. وأختم بأن في هذا العالم الذي لا يكاد يؤمن إلا بالأقوياء يذكرنا بحال العرب قبل الإسلام، وهو ما أختم به والذي عبر عنه شوقي في قصيدته الرائعة، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: أتيت والناس فوضى لا يمر بهم إلا على صنم قد هام في الصنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم، كالليث بالبهم أو كالذئب بالغنم، خططت للدين والدنيا علومهما، يا قارئ اللوح بل يا لامس القلم،
قالوا غزوت، قالوا غزوت، ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم أخوك عيسى، دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. يا رب أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي، والطف لأجل رسول العالمين بنا، ولا تزد قومه، ولا تزد قومه ضعفا ولا تسمي. أقول قولي هذا وأسأل الله التوفيق لنا ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.